شكرا جزيلا. يعني أنا أعتقد اليوم هناك عدة قوى أساسية اقتصادية سياسية وحتى عسكرية تنظم طبيعة العلاقات الدولية، وأيضا ضمن إطار القانون الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الدولية. العالم اليوم هو عالم شراكة وتفاعل، وأيضا هو عالم تنافس وليس صراع بين هذه القوى. نتذكر أن الرئيس الصيني عندما التقى الرئيس بايدن قبل عدة أسابيع في مؤتمر آسيوي أشار بوضوح لن يكون هناك صراع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بل سنذهب إلى التنافس، والتنافس مشروع تماما على صعيد العلاقات الاقتصادية السياسية الاجتماعية التكنولوجية إلى آخره. هذه نقطة جدا مهمة. الصين اليوم يعني هي قريبة من العالم الثالث من الدول النامية، خصوصا تلعب دور فاعل على صعيد التنمية الاقتصادية السياسية الاجتماعية في أفريقيا، لكن هي في نفس الوقت من المؤكد تستفيد أو تستثمر في مجال الثروات الهائلة الطبيعية اللي موجودة في أفريقيا، المعادن، النفط، الغاز إلى آخره. لا ننسى الصين ليس لديها معادن، وأيضا تحتاج إلى 10 ملايين برميل نفط يوميا، طبعا يغذي هذه الحاجة نصفها 5 دول عربية من بينها العراق. إذا الصين اليوم تذهب عبر هذه القمة المهمة جدا إلى فلسفة ربط العلاقة بين الذهاب إلى تنمية الدول النامية، وفي نفس الوقت عبر هذه التنمية نذهب إلى شراكة، نذهب إلى أمن، نذهب إلى سلم، إلى استقرار. وفي نفس الوقت هل أفهم أنه موازين القوى العالمية بدأت بالتغيير؟ يعني وسط هذا التزاحم الذي ذكرته قبل قليل، إن كان تصارعا أو تنافسا بين الحلف الصيني الروسي مقابل الأمريكي والبريطاني. نعم، يعني حتى إذا يسمح لي جنابك، يعني قبل أيام صرح الرئيس الصيني حول طبيعة العلاقة الصينية الروسية، تحدث بوضوح أن مصالحنا وعلاقاتنا مع روسيا تحكمها الحاجة للطاقة، يعني لم يتحدث عن دور عسكري أو علاقات عسكرية صينية روسية، وهذا جدا مهم تقديري يعني لحماية الأمن الدولي وتجنب الحروب. الصين موقفها عقلاني وحكيم دائما، وتتجنب المواقف التي يعني نتذكر عندما حصلت الأزمة مع على تايوان قبل أسابيع، أيضا كان موقف الصين حكيم، لم تذهب إلى عنف، لم تذهب إلى حرب، لم تذهب إلى تهديدات.